السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. دائما مباشرة من مدينة تمارا، هذه المرة غادي ندخلوا معكم عند السيدة خديجة النحال بنت عباس بن حمد بن علال من قبيلة جيش الودايا. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، مني كنهضروا على الودايا كنهضروا على الديور الكبار، كنهضروا على الديور الكبار، كنهضروا على الجرده كبيره، كنهضروا على مجموعه من المعطيات اللي كتعلق بافراد جيش الودايا. كما كتعرفوا جميع، فكنشوفوا انه بعد ما دازت العمليه ديال العبار فالناس بدات كتستعد كتجمع حويجاتها. الله يكون معاهم والله يقويهم، ما سهلاش الاخوان. كنهضروا على واحد بعد ما دوزتي في واحد الارض سنوات، الارض اللي تزادوا فيها وليداتك، اللي كبرتي فيها وليداتك، اللي ربما تزوجوا فيها وليداتكم، مجموعه من الامور. دائما من قلب المنزل ديال اختي خديجه النحال، اليوم كنشوفوا ان العمليه ديال الجمع ديال الحويجات بدات، وكنشوفوا ان هذه البنايه تبارك الله كبيره واللي كتكون من مجموعه من الغرف. غادي نوريكم البنايه لداخل، وغادي نخرج معكم ان شاء الله للجرده اللي فيها حتى هي تبارك الله الشجار، فيها مجموعه من الامور اللي صراحه كانت زوينه بزاف. كما كتشوفوا هنايا بيوت كبار، هنا المرح، غرف تبارك الله كبيره، وكل غرفه الشرجم ديالها كيطلع للجرده. فنتمنوا من الله الخير، والله يعوض بما احسن، الله يعوض بما احسن. هادشي اللي غنقولوا، كنهضروا على اختي خديجه اللي البنايه ديالها جات كتواجد في الجنبات ديال المصحه ديال تمارا، بالجنبات ديال شارع علال بن عبد الله. كما كتشوفوا معنا تبارك الله، هنايا الدروج كبار، هنايا الطلعه ديال السطح. انا كما كتشوفوا معنا دائما في لحظات، وغادي ناخذكم ان شاء الله، غادي ناخذكم في الجنبات ديال البنايه باش تشوفوا معنا الجردات، تشوفوا معنا مجموعه من الامور. فكما كتشوفوا الناس بداو كيحيدوا الحويجات ديالهم، البلاكارات ديالهم. نتمنوا من الله، الله يبدل بما احسن، نتمنوا من الله الخير لافراد جيش الودايا. فاليوم جاءت المرحله ديال الحسم في اعاده، يعني في اطار اعاده تاهيل مدينه تمارا، نشوفوا مدينه تمارا في حله جديده. فكنتمنوا من الله كذلك الافراد جيش الودايا ياخذوا الحقوق ديالهم ان شاء الله كامله، وان شاء الله ما يكون غير الخير. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، بعد ما طلعنا للسطح هنا كنشوفوا الاشجار والخيرات ديال الله اللي كاينين هنا في المنزل ديال اختي خديجه. فكتشوفوا معنا هنا العنب، كنشوفوا الليمون، الحامض، الخوخ، كنشوفوا مجموعه من الحويجات اللي صراحه اش غادي نقول لكم، الله يبدل بما احسن، الله يبدل بما احسن. موقع استراتيجي هنا في الجنبات ديال الغابه. هنا كما كتشوفوا معنا الطريق المؤديه لولاد مطاع. فدائما ملي كنهضروا على افراد جيش الودايا كنهضروا على العلاقه ديالهم بالشجار، العلاقه ديالهم بالارض. كما كتشوفوا معنا كاين العنب، كاين الخوخ، كاين الليمون، كاين مجموعه من الامور كما كتشوفوا معنا هنايا. فنتمنوا من الله الخير والتيسير يا ربي لجميع افراد جيش الودايا بدون استثناء. السطح هنا، السطح هنا واحد السطح اللي هو كبير، وكما سبق وشرت لكم فجينا كنتواجدوا في الجنبات ديال المصحه ديال تمارا. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام هنا في الجنبات صور جميله. هنا كما كتشوفوا معنا الجرده، هنا كما كتشوفوا معنا مطيشه، الخوخ، الكرموس، مجموعه من الامور اللي كاينه هنا صراحه. نتمنوا من الله الخير لهاد الناس هادو، لان صراحه اجواء كتبقى استثنائيه، اجواء استثنائيه هنايا امام المصحه ديال تمارا. كما كتشوفوا معنا الله يدير اللي فيها الخير لافراد جيش الودايا. هنا كنهضروا على العائله الكبيره ديال النحال، السيده خديجه النحال بنت عباس بن حمد بن علال من قبيله جيش الودايا، ومن ورثه المرحوم، من ورثه المرحوم النحال عباس بن حمد بن علال المقاوم ورجل أمن منذ الاستقلال حتى وفاته، وأخ الشهيد الكولونيل النحال محمد بن حمد بن علال. فنتمنوا من الله الخير لجميع أفراد جيش الودايا وكذلك لجميع الأسر. وحنا كنشوفوا التغيير اللي كاين حاليا بتراب عمالة صخيرة تمارا، وإن شاء الله اللي كيستحق شي حاجة غادي ياخدها،
والله يسهل الجميع يا ربي، والله يعوض بما احسنت. الله وليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.